إن شاء الله هي عام جديدة دخلة به على تونس. اللي نتمنيه أنه يصير في تونس أنه الدينار التونسي يطلع السنة، أنه وهذا ما يصير إلا ما أحنا التوانسة الكل نزيدوا نخدموا على رواحنا ونزيدوا نعملوا أكثر وأكثر ونزيدوا نستقطبوا المستثمرين من برا ونجيبوا عباد يستثمروا في تونس ويعملونا مصانع ويخدمونا اليد العاملة، وإن شاء الله بالفزة هذه تنقص البطالة أكثر وأكثر، وإن شاء الله كما الدينار يطلع غلاء المعيشة يهبط، وإن شاء الله معناتها ما عادش فما فقر ويطلع معناتها مستوى العيش في تونس، وهذا الكل إذا الدينار يطلع. وزيد في نفس الوقت إن شاء الله يا ربي تونس ما يجيش فيها أوبئة ويوفى بالرسمي، يوفى الكورونا ويوفى معناتها الأوبئة الكل هشاينة وكجو ذلك الكل وشيقلاء، إن شاء الله نعيشوا لباس وإن شاء الله الصحة تتحسن معناتها والنقل زيدة معناتها المترويت إن شاء الله ما عادش يكتظوا أكثر وأكثر، وإن شاء الله معناتها زيدة حتى التعليم زيدة يعملوا فيه تحسينات، وإن شاء الله يا ربي اللي عنده باك ولا نوفيم ولا سيزيم ولا غيزيدانا ولا حاجة معناتها دسيمة إن شاء الله ينجح فيها، وإن شاء الله إن شاء الله دينار تونسي يطلع ونوليو من أعلى البلدين ونرجع كما قبل محلينا على الأخير. خيزة مشكلتك الكبيرة مع الدينار التونسي يا أخي، هي في الأخير الدنيا معناتها تتعمل بالفلوس، كيفاش تشري حاجة باش تاكل باش تلبس كل شيء بالفلوس، فإذا الدينار التونسي يطلع ما عادش نلقاو رواحنا معناتها الحاجات غاليين في تونس، وإن شاء الله معناتها زيدا احنا نوليو معناتها كيما نزيدوا احنا نخدموا على رواحنا نوليو عندنا نحققوا الاكتفاء الذاتي نتاعنا، معناتها ما عادش نستوردوا حاجات الأساسية من برا، معناتها ما شاء الله ما فماش الحليب ما عادش فما سكر، ان شاء الله هذوما الكل يوليو معناتها ستابل في تونس ويوليو ديما متوفرين، معناتها ان شاء الله تولي تونس هكايا ديما جوها باهي راكحه متوازنه. اين الحلول نتوقعها تبدا بالسياسيه، معناتها خاطر هما اللي السياسيين هما اللي يقودوا البلاد، هما اللي عندهم الشعله الاولى، فاذا هما يحطونا على الطريق الاولاني احنا نصور تونس الكل نحبوا بلادنا ونحبوها تتحسن ونحبوها من حسن الى احسن، دونك اذا هما يحطونا على القنطره الصحيحه يورينا الاتجاه صحيح معناتها المسار الرسمي صحيح اللي باش نمشيو فيه باش نجمو نطلعوا الدينار وكل شيء، حتى تونس الكل يخدموا على رواحهم والعقليه معناتها موجوده، بخيتو احنا كنا نحبوا تونس تحسن وغلاء المعيشه ينقص. انا الصراحه فما دو كوتي من الشباب، انا بالنسبه ليا توا كنت في المكتبه المعلوماتيه بارينا، صراحه معبيه بالشباب اللي قاعدين يقراو ظاهرين معناتها يحضروا في دي زيكزامان في دي باك، ظاهرين عباد معناتها يحبوا يخدموا مستقبلهم يحبوا يبنيوا مستقبلهم، ما نتخيلش الشباب الكل ما يحبش يخدم، خاطر كل واحد فينا يحب يعمل مستقبله ويحب يبني روحه ويحب يبني ذاته ويتكلم ويولي معناتها عنده شأن في الحياة هذه. أبخي توفى مزوز أنواع من الشباب، الشباب الباهي هو اللي توا ينقذ تونس وإحنا إن شاء الله ننقذوها تونس، وإن شاء الله زيدا عام 2023 ينقص لسقف الشارع برسمي، هذي عقلية معناتها هذي عقلية تتبني في التوينسة بوسائل التواصل الاجتماعي بالقنوات التلفزية، إن شاء الله برسمي الوسخ ينقص في الشارع، خاطر أبخيتو هذاك يجيب لنا المرض كيما تصب برشا مطر تصير فيضانات في جرتو، معناتها برسمي إن شاء الله ينقص الوسخ في الشارع وإن شاء الله حتى حد ما عادش يلوح حتى قشة في الشارع. مش نتحب تطلع كي تكبر؟ أنا نحب نطلع طبيبة كيما نكبر. وعليش طبيبة؟ على خاطر الطبيبة ميتي كلهم نوبل، أما الطبيبة نحسها معناتها كل ما نمشي باش نعاون عبيد وباش نمنع الروح وباش نحي على عبيد وجيعة، هذيك علاش تعجبني مهنة الطبيبة، هي باز فما برشا عبيد باش يسافروا لبرا، أما باز في الأخر فما عبيد باش يقعدوا في تونس، والعبيد اللي باش يقعدوا في تونس إذا فما استثمارات وكل شيء باش يقعدوا هما في تونس وهما اللي باش يحسنوا تونس، خاطر أبخيتو في الأخر كلها عقلية، إذا احنا كنا نطبقوا القانون وكنا نمشيو على قنطرة صحيحة أتول كنا معناتها برسمي نوليو جونا بها على الأخر وتونس تولي جوها بها على الأخر، وفي الأخر العمل والتمحريث هو اللي يجيب، خاطر كنا معناتها العالم المتقدم والعالم النامي كنا معناتها احنا كنا عبيد وكنا عنا دماغاتنا كيف أما جست اللي تختلف ما بيناتنا هو العقلية، هو تطبيقنا للقانون والعقلية متاع العمل، معناتها لازمنا ديما نخدمو باش تونس تتحسن.